الفكر الوهابي. ثالثا الانعزال الشعوري عن المجتمع، وهذا طبعا بدأ مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تمثل في الهجرة. طبعا هو بعد ما كفر جميع القبائل التي كانت موجودة وجميع أهل المدن المحيطة به وجميع الجزيرة العربية كلها كانت كافرة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسنناقش ذلك، بدأوا بالهجرة. تجد في التواريخ الموثقة، التواريخ الموثقة تبعنا، تواريخنا مو تواريخ الغرب ولا المستشرقين ولا تواريخ الشيعة ولا لا لا، تواريخنا نحن، يكتب فيها أنهم كانوا يهاجرون من الرياض إلى الدرعية، يفرون بدينهم ويعيشون حياتهم الخاصة، وكان عندهم تشددات كثيرة ما كان يطيقها أحد من الناس، وحتى هذه مارسها الأخوان، أخوان من طاع الله، عملوا أكثر من 300 هجرة وإلى اليوم موجودة. اليوم أنت لو مشيت في الطرق السريعة عندنا في المملكة، هجرة فلان، هجرة فلان، هجرة فلان، تعرف ما معنى هجرة فلان؟ هجرة فلان هذا كان واحد يخرج من الإخوان، يخرج من قبيلته ويهاجر إلى تلك الأماكن ويقيم فيها دينه الذي هرب فيه من أولئك الكفار. طبعا جاتك بعد التحريفات وبعد التزويرات قالك لا هو هجر حياة البادية إلى حياة المدن. يا أخي يهجر حياة البادية يروح الأرطاوية ولا يروح الغطغط، يهجر حياة البادية يروح المدن، يروح لي في الخلوات في الصحاري، هذا اللي بيهجر البداوة. يعني فيصل بن دويش لما خرج من الخرمة إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الأرطاوية. وين راح؟ الرياض هو ولا راح المدينة ولا راح مكة حتى يتحضر؟ لا، فالمسألة واضحة يعني، بس لا الواحد يعني الدفاع هذا بأي شكل لا ينبغي يعني. فالانعزال الشعوري هذا عن المجتمع أول ما بدأ، هو بدأ مع هذا الفكر حقيقة وجان منه نصيب. اليوم تجد فعلا أنه يعيش معنا كثير من الناس بالجسد فقط، ولا يفرح لأفراحك ولا يحزن لحزنك ولا يتعاطى أصلا مع ما أنت تتعاطى معاه يعني. هو يعيش في جانب آخر مع مجموعته اللي احنا نسميهم مثلا مطاوعة أو غيره. طبعا اسم مطوع ترى هذا مأخوذ من تاريخ سوف أتعرض له إن شاء الله. فهو مع هؤلاء المجموعة يشعر معهم بالراحة وكذا، وإذا أتى عند هؤلاء يشعر أنه منعزل حقيقة. هذا الانعزال خطر شديد، خطر شديد على الفكر وعلى النفس، وله أثار سلبية كثيرة جداً.